مكاسب جماعية في أسواق المال العربية ختام تعاملات الأربعاء. اكتتابات الإمارات الأولية تجمع 890 مليون دولار في الربع الثاني. التضخم الأساسي في أمريكا يتباطأ للشهر الرابع معززاً آمال خفض الفائدة. أسعد الله مساءكم بكل خير، أحييكم أنا إنجي علاء وحلقة جديدة من برنامجكم الاقتصادي أرقام وأسواق. نستعرض فيها مع حضراتكم أداء أسواق المال العربية والتي ارتفعت بشكل جماعي اليوم بعد ثلاثة جلسات من التباين. معنا أيضا مزيد من الأخبار والتحليلات الاقتصادية. نبدأ معكم من البورصة المصرية التي أغلقت تعاملات اليوم على ارتفاع في مؤشراتها، تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 4 مليارات و722 مليون جنيه. صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 نسبة بلغت 0.8% ليغلق عند مستوى 29567 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 نسبة 35% ليغلق عند مستوى 6593 نقطة. أما على صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً، قفز سهم شركة أسمنت سيناء بنسبة 19.94% ليغلق عند مستوى 15 جنيهاً و16 قرشاً. يلي سهم شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة بلغت 19.44% عند 25 جنيهاً و31 قرشاً. جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعاً سهم شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية بنسبة 18.14% عند مستوى 65 جنيها و90 قرشا. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة بلغت 9.48% عند 35 جنيها و13 قرشا. ننتقل معكم إلى أسواق المال الإماراتية، حيث أغلق سوق أبوظبي المالي على ارتفاع بنسبة بلغت 55% ليغلق عند مستوى 9225 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 964 مليون درهم. ومن أصل 77 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 43 شركة بينما انخفضت أسهم 19 شركة وبقت 15 شركة على ثبات. أما على صعيد الأسهم المرتفعة، زاد سهم رأس الخيمة للأسمنت الأبيض نسبة بلغت 3.92% عند درهما واحدا، بينما ارتفع سهم شركة حياة للتأمين نسبة 3.30% ليغلق عند مستوى 94 فلسا. كما أغلق سهم شركة ESG ستيليونز الإمارات مرتفعا نسبة 2.56% عند 8.82 دراهم فلسا، بينما انخفض سهم مجموعة E7 بنسبة بلغت 6.79% عند الدرهم 51 فلسا. أما في سوق دبي المالي فقد أغلق المؤشر العام على ارتفاع أيضا بنسبة بلغت 69% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 203 مليون درهم. ومن أصل 44 شركة تم تداول أسهمهم اليوم، ارتفعت أسهم 26 شركة بينما انخفضت أسهم 10 شركات وبقي 8 شركات على ثبات. ارتفع سهم شركة الإمارات ريم للاستثمار بنسبة 4.97% عند الدرهمين و53 فلسا. كما ارتفع سهم شركة تعاونية الاتحاد بنسبة بلغت 3% عند مستوى الدرهمين و40 فلسا. أيضا ارتفع سهم مجموعة العربية للطيران بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى الدرهمين و58 فلسا، بينما أغلق سهم شركة الوطنية الدولية القابضة منخفضا بنسبة بلغت 9.95% عند الدرهم 1.81 فلسا.
وعلى مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 45% عند مستوى 11849 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 6,937,000,000 ريال. جاء سهم المملكة القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 10% عند 8.47 ريالات. تلا سهم شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية بنسبة 9.97% عند 70.60 ريالا. كما ارتفع سهم شركة تشيب العربية للتأمين التعاوني بنسبة بلغت 9.93% عند 32.65 ريالا. بينما تصدر سهم شركة صندوق المعزل ريت قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة بلغ 3.51% عند 8.79 ريالا. أما في السوق الكويتي فقد أغلق مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 1.26% عند مستوى 7,716 نقطة. تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 54 مليون دينار. جاء سهم ميزان القابضة في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 4.18% ليغلق عند مستوى 923 فلساً. تلا سهم شركة الاستثمارات الوطنية بنسبة 3.10% عند مستوى 233 فلساً. تلا سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 2.55% عند 883 فلساً. بينما تصدر سهم البنك الأهلي الكويتي قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 290 فلساً كويتياً. على صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال، بدأت مصر في إعادة تشغيل المصانع المغلقة عبر إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تسببت في إغلاقها، وقد تلغي الضريبة العقارية على المصانع وإقرار مبادرات مالية جديدة وفق وزير الصناعة والنقل كامل الوزير. الوزير أضاف في تصريحات صحفية أن بلاده لديها خطة سريعة للنهوض بالصناعة قبل نهاية العام وخطة أخرى طويلة الأجل حتى عام 2030، قائلاً لدينا نحو 3.5 مليون عامل في الصناعات المصرية ونأمل في مضاعفة هذا العدد وأكثر بحلول 2030. وقال وزير الصناعة المصري إنه جرى تعليق العمل بالضريبة العقارية التي تفرض على المصانع بواقع 10% حتى يتم النظر في تعديل القانون. وإلى الاقتصاد الجزئي وأخبار الشركات، نبدأ من مصر حيث كشف رئيس شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية أشرف صبري عن الانتهاء من توقيع بعض العقود مع شركات سعودية قبل نهاية العام لبدء العمل في المملكة. حديث صبري مع اقتصاد الشرق مع بلومبرغ جاء بعد إعلان الشركة اليوم عن زيادة أرباحها الفصلية 93% والنصف سنوية 111% على أساس سنوي. وتعد فوري مشاهدين أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر وأول وكيل بنكي في البلاد يحصل على ترخيص من البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات. وفي الإمارات، كشف تقرير صادر عن مركز دبي للإحصاء عن ارتفاع في معدل التضخم السنوي في الإمارة بنسبة بلغت 3.3% خلال يوليو الماضي مقارنة ب 1% خلال نفس الشهر من العام الماضي. ولا زلنا مع الإمارات، حيث شهد السوق أبوظبي للأوراق المالية توقيع مذكرة تفاهم مع سوق أرمينيا للأوراق المالية بهدف تعزيز التعاون في مجموعة من المبادرات الرئيسية. وبموجب مذكرة التفاهم يمكن لسوق أبوظبي للأوراق المالية وسوق أرمينيا للأوراق المالية استكشاف سبل التعاون في مجالات تشمل التكنولوجيا وتبادل أفضل ممارسات التداول، مبادرات التعليم والتدريب للمستثمرين، أيضا تعزيز مجالات تطوير السوق ومجالات الابتكار. بحسب بيان لسوق أبوظبي، فإن مذكرة التفاهم ستمهد الطريق لاندماج سوق أرمينيا للأوراق المالية كعضو في منصة تبادل للتداول الرقمي وتعزيز الاتصال وفتح آفاق جديدة لفرص الاستثمار عبر الحدود.
مستمرون أيضا في الإمارات، حيث جمعت الاكتتابات الأولية في أسواق الإمارات عوائد بقيمة 890 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري بحسب تقرير اقتصادي حديث. وذكر التقرير الصادر اليوم عن شركة دبي أو BWC الشرق الأوسط أن عمليات الاكتتاب البارزة في الربع الثاني شملت ألف للتعليم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعوائد 515 مليون دولار، وسبينيس في سوق دبي المالي بعوائد 375 مليون دولار، والذين يعدان من أكبر الاكتتابات في دولة الإمارات. أضاف التقرير أن المملكة العربية السعودية تصدرت نشاط الاكتتاب العام الأولي في منطقة الخليج، حيث جمعت 1.6 مليار مليون دولار، أي ما يعادل 61% من إجمالي نشاط الاكتتاب العام الأولي المسجل في المنطقة في الربع الثاني من العام الجاري. من منطقة الخليج العربي إلى أمريكا، حيث تباطأ التضخم الأساسي في الولايات المتحدة للشهر الرابع على أساس سنوي في يوليو، مما أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة بنسبة 3.2% في يوليو مقارنة بالعام الماضي. أظهرت أرقام مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن المقياس الشهري ارتفع بنسبة بلغت 2%، وهو ارتفاع طفيف عن قراءة يونيو المنخفضة بشكل مفاجئ. والتحليل أبرز ما جاء في الأسواق سواء محلياً أو عربياً ضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة أستاذ سمير رؤوف، محلل أسواق المال. أهلا بك سيد سمير. أهلا بحضرتك أستاذ المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يعني بورصة مصر تواصل الصعود وسط زخم غير مسبوق في نتائج الأعمال الإيجابية، ما تحليل حضرتك لأداء السوق؟ هو يمكن احنا عندنا 29000 نقطه، 29000 نقطه كانت نقطه قويه عليه. النقطه نعم. اللي بعد كده هتبقى 30000 نقطه بالنسبه للتحليل الفني. بالنسبه للتحليل المالي انا شايف ان في تدفق اموال ابتدى يعلى، احنا كنا تراجعنا الفترات اللي فاتت لكن ابتدينا نرجع لمستويات القرب ال 5 مليار وال 6 مليار جنيه في عمليه التداول اليوميه، وبالتالي هنا الاسهم ابتدت تعود الى عمليه الانتعاش مره اخرى. الملاحظ في السوق ان عمليه التبديل اللي بتحصل ما بين الاسهم، يعني احنا كان عندنا فتره كان مستحوذ عليها البنك التجاري الدولي، بعد كده ابتدى عمليه طلعت مصطفى وحديد هيد ابتدوا يطلعوا وفقا للاخبار اللي هي كانت على الشركات. النهارده بنشوف الاسهم اللي هي لم تصعد ابتدت انها تتحرك، وابتدت دخول سيوله جديده او المستثمر ابتدى يدور على يعني الاسهم اللي هي ما بتتحركش او اللي هي في عمليه ركود، لكن ده تقييمه ماليه كبيره. ويمكن كنا مع حضراتكم قبل كده كنا اتكلمنا على جزئيتين، جزئيه الاسهم العدد اسهمها صغير واللي هي بتكون راس مال الشركه نفسها صغير، ولكن ده تقييمه، وبالتالي هنا يعني المستثمرين ابتدوا يدوروا على طبعا بتكلم عن المستثمرين الصغيرين ابتدوا يدوروا على الاسهم ديت لان بيقوم عليها مضاربات كبيره جدا وتحقيق مكاسب كبيره، زائد الاسهم اللي سعرها كمان صغير، يعني هو لما بيشتري حاجه بربع جنيه ولا بنص جنيه وبتطلع معاه لجنيه بتفرق معاه كتير جدا. الاسهم الصغيره اللي هي العدد اسهمها صغير الفتره الجايه اعتقد ان التركيز هيبقى عليها من قبل المستثمرين الافراد، وبالتالي نشاط هيبقى في نشاط اكبر في اعتقد الاي جي اكس 30 اكثر من ال 70 عفوا اكثر من ال 30، لان ال 30 اصبح متشبع او ابتدى يتشبع بشكل كبير، والاسهم اللي هي ما طلعتش فيه ابتدت تطلع الفتره اللي فاتت. استاذ سمير، تتوقع تصحيح للسوق غدا ام وسط الصعود؟ احنا مستويات احنا في مستويات ال 29500 قرب ال 29600 دي ما فيش مشكله في عمليه التصحيح يعني بالنسبه للمؤشر الكبير، لكن هو المؤشر الكبير اهم حاجه اعلى نقطه اقدر اوصلها في ان انا قدامي ال 31000 نقطه عشان اعرف اكثر، لان كانت اعلى يعني نقطه تاريخيه ال 34000.
الواحد وثلاثين ألف هي نقطة قوية جدا عليه، فهو هنشوف من الثلاثين ألف لواحد وثلاثين ألف عملية تذبذب كبيرة جدا في حين لو تخطى الثلاثين ألف. أنا أعتقد إن إحنا مكملين السيولة، لكن اللي هيبقى ملاحظ في الإي جي إكس 70 هو التركيز عليه، وهيبقى من قبل الأفراد يعني في أعتقد إن المكاسب بتاعتها هتكون أعلى بكتير جدا، وبالتالي تحقيق المكسب هيكون في الـ70 أكتر. نعم. على ذكر نتائج الأعمال، تابعنا الارتفاعات القياسية لنتائج أعمال شركة مصر الجديدة والتي جاءت بدعم ارتفاعات المبيعات والفائدة على أذون الخزانة. ما تقييم حضرتك أيضا لتلك النتائج؟ ويمكن مصر اللي كانوا بتعمل واحدة من الشركات اي جي اكس 30 طبعا، ومن أفضل الشركات اللي هي المطورين في الفترة اللي فاتت، ويعني هو بيتداول سواء عند 29 جنيه 25 قرش تقريبا أو ربع. يمكن عنده النهارده منزل خبر مهم جدا، تطوير قطعه ارض او ب 770 فدان في حدائق العاصمه الاداريه، وبالتالي هتنعكس بالايجاب على الاداء المالي. الشركه عندها صافي ارباح مليار، وشراء قطعه ارض جديده في المنصوره ايضا استاذ سمير. المنصوره وعنده طبعا يعني منطقه اليوبلس، طبعا دي المنطقه اللي هو شغال عليها حاليا، لكن هو كمطور يعني الصناعه او مطور في الصناعه، هو عنده كم ارباح كبير جدا، مليار و400 مليون. لما نيجي نقسمهم على عدد الاسهم يطلع تقريبا نصيب السهم حوالي 14 جنيه في الاسهم، او سعر السهم 14 جنيه تقريبا، هو النهارده بيتداول عند 9 جنيه، فقدامه لسه حوالي 3 جنيه او 4 جنيه في نتائج الاعمال اللي هي الحاليه. هو عنده ايرادات السنه اللي فاتت العام الماضي بحوالي 15 مليار جنيه، الصافي الارباح بتاعته 707 مليار و8 من 10 مليار العام الماضي، ومحقق لحد النهارده في النص اللي فات اللي هو الست شهور اللي احنا لسه مخلصينهم عنده مليار و4 من 10، وده بينعكس على اداء السهم. اعتقد ان هو من الاسهم اللي هي في الاي جي اكس 30 اللي هي عندها استعداد للصعود، هي مصر جديدة، واعتقد معاها هيبقى برضو مدينه نصر، لان الشركتين من الشركات الكبار، وهيبتدي ياخدوا يعني ماراثون زي ما شفناه في طلعت مصطفى، واللي بيشتغل في نفس القطاع هيحقق ارباح. مستهدفات السهم قد ايه؟ يعني انا اعتقد ان احنا قدامنا، لا الشركه كقيمه هي منطقه مصر الجديده خلاص، هي منطقه مقفوله على مصر الجديده، وبالتالي هو بيلجا للاراضي اللي هي الجديده في يعني المناطق الجديده، مثلا زي الشروق، زي العبور، زي هليوبلس الجديده والعاصمه النهارده، فهو بيبقى شغال هو مطور. مدينه مصر يمكن مفتوحه شويه، لكن الجزء بتاع مصر الجديده، القيمه بتاعت الارض بتاعت مصر الجديده رفع القيمه، اعتقد ان القيمه الماليه للشركه توصل لاكثر من 22 جنيه في الفتره اللي جايه لو الناس تشتغل عليها لونج تيرم، لكن في الشورت تيرم هو عمليه المضاربات او المتاجره السريعه، اعتقد ان احنا هنلاقي مستوى ال 11 جنيه وال 14 جنيه في النقطه. يعني على اللونج تيرم استاذ سمير عز حضرتك كام سنه؟ يعني خلال كام سنه؟ اللونج تيرم ممكن يوصل لاكثر من سنه ونص، يعني طلع مصطفى لما طلع من 10 جنيه لحد ال 70 جنيه عملها في سنتين، لكن كان هو بيكون قيمه في ال 10 سنين اللي قبليها. فالنهارده احنا مصر الجديده ومدينه نصر عندهم استعداد ان هم يعملوا نفس الماراثون ده، لكن على لونج تيرم، لكن الشغل شورت تيرم ومضاربات هيحقق مكسب كويس الفتره اللي جايه. احنا قدامنا ال 11 جنيه وبعدين ال 14، وبعد كده ممكن نشوف مستويات فوق ال 20 جنيه في مصر الجديده، وهي شركه ذات قيمه يعني. نعم، اللافت ايضا خلال جلسه اليوم الصعود الكبير لسهم جهينه عند الحد الاقصى المسموح به للارتفاع والمقدر ب 20%. ما اسباب هذا الارتفاع الكبير ايضا استاذ سمير؟ هو الشركه طبعا شركه من الشركات الصروحات في قطاع الاغذيه، يعني 1983 النهارده بتتكلم على 41 عام في السوق المصري، وهو يعتبر واحد من الصروحات واسم تجاري كبير جدا. بيتداول السهم عن 25 جنيه، القيمه الاسميه بتاعته جنيه واحد، النهارده محقق ارباح مليار و4 من 10 مليار جنيه خلال نص العام، مقارنة بالعام الماضي احنا بنتكلم على 556 مليون جنيه، قيمة الارتفاع 166%،
القيمه الاجماليه، ارتفاع طبعا ده راجع لارتفاع المبيعات. صافي الارباح بتاعته 478 مليون جنيه في الربع الاول فقط. حجم المبيعات بتاعته في العام الماضي اللي نهى السنه الماليه بتاعته 5 مليار 507 مليار جنيه، مقابل العام الاسبق 3 مليار 420 مليون جنيه. في المقابل ان احنا مرتفعين، يعني الشركه عندها عمليه نمو كبيره جدا. اعتقد ان احنا يعني لو ضربنا الرقم ده في اربع ارباع احنا هنخش في حوالي برضو قرب ال 6 مليار، وبالتالي هنرتفع عن العام الماضي بقرابه يعني اكثر من 35% في المعدل المبيعات، وبالتالي حجم المبيعات كل ما يزيد كل ما ربحيه الشركه هتزيد. و في التركيبه الاقتصاديه احنا عندنا ارتفاع المبيعات الموجود برضو بيرجع لارتفاع الاسعار، يعني كل ما السعر بيرتفع كل ما الربحيه بتاعه الشركه بتزيد، وبالتالي بينعكس بالايجابيه على القوائم الماليه للشركه. نعم استاذ سمير، تتوقع تصحيح في اداء السهم غدا ام وسط الصعود؟ لا انا اعتقد ان في مواصله للصعود، والقيمه الماليه بتاعته بتوصل بتتخطى برضو المستويات، يعني اعتقد ان احنا نشوف ال 30 جنيه في قرب الربع اخر الربع اللي احنا فيه دوت. اعتقد ان احنا هنوصل لمستويات ال 30 جنيه، لكن القيمه الماليه للشركات كمان زائد عمليه التجاره اللي بتتم وعمليه المبيعات في الاسواق هي بتنعكس برضو بتغيير سعر الصرف والمعدل ارتفاع سعر الصرف على الاصول، وبالتالي عندنا قيمه الاصول وقيمه مبيعات اسعار الاسهم نفسها، وبالتالي المستثمر بيقيم كل قطاع وكل شركه على حسب يعني الاستراتيجيه اللي هي بتشتغل بيها، وطبعا الاداره اللي ماسكه الشركات دي. طبعا استاذ سمير، نتوقع ارتفاع اسهم قطاع الاغذيه الفتره المقبله مثل سهم عبور لاند زي جهينه؟ قطاع الاغذيه في الاسواق هو قطاع الارض، هو قطاع فعلا فيه انفليشن كبير جدا، لا غنى عنه اكيد، وقطاع من القطاعات المهمه جدا. طبعا. اعتقد ان هينعكس بالايجاب على الارباح الشركات، لكن في حاجه اخرى ان احنا الاداره اللي بتدير هذه الشركات هي الاداره اللي بتحقق ربحيه، يعني قد تكون موارد الشركه مهمة أو الشركة مهمة في القطاع، لكن حسب التوجه بتاع الإدارة هي اللي بيحقق مزيد من الأرباح أو تراجعات في الأرباح، وبالتالي أعتقد أن الشركة كجهينة وبعض الشركات في القطاعات في البورصة هي بتدار بمنظومة اقتصادية جيدة، وبالتالي هينعكس على الأرباح الفترة اللي جاية في عمليات الصعود للأسهم. نعم، ولتحليل أبرز ما جاء في أسواق المال الإماراتية والتي سيطر عليها اللون الأخضر، نبدأ معكم من سوق أبو ظبي. ما رأيت حضرتك أيضا الفنية لأداء المؤشر؟ احنا ناهيين عند 9225 نقطة تقريبا، احنا عندنا 9250 نقطة، دي نقطة انطلاق. اعتقد ان احنا قدام 9500 هي يمكن اكبر نقطة الفترة اللي جاية. حجم السيولة قليل، اللي هو 900 اقل من مليار درهم تقريبا في حجم التداول، وهو ده يعني اعتقد ان احنا في سحب سيوله كبيره جدا في عمليه الاكتسابات للصناديق اللي بتدخل. نعم. وطبعا ارتفاعات النفط والذهب الفتره اللي فاتت يعني مستنيين الارباح اللي هي تم عمليه جني الارباح منها تعود الى الاسواق الماليه بشكل كبير، لان الاسواق دي منفتحه اكتر من يمكن الاسواق الخارجيه على عمليه المضاربات في بقيه الاسهم زي الذهب والبترول، وبالتالي بينتقل حركه الاموال من سوق لسوق بشكل يعني حسب عمليه صعود او المضاربات اللي بتحصل في هذه الاسواق. اعتقد احنا في منطقه كنا مجمعين كويس في ال 950، قدامنا مستويات ال 9500، واعتقد ان احنا هننهي يعني لو استمرينا بهذه الوتيره عند قرب من 10500 ل 11000 نقطه على اخر العام دوت باذن الله. ده بالنسبه لسوق ابو ظبي، وماذا عن سوق دبي الذي ارتفع اليوم ايضا؟ يمكن السوق عنده ال 4300 نقطه، برضه هو منخفض في حجم التداول 200 تقريبا، عامل 200 يعني مليون درهم. في المتوسط ده المتوسط بتاعه كان حوالي 350 مليون درهم. الحجم السيوله برضه مسحوب في عمليه النفط والذهب،
لكن انا عندي ال 4400 نقطه، اعتقد ان احنا برضو ممكن ننهي قرب ال 6000 نقطه في اخر العام لو طبعا استمرت عمليه الوتيره. لكن السوق ده محتاج عمليه تنشيط من بعمليه زياده طروحات سوق دبي. سوق ابو ظبي يمكن افضل في عمليه طروحات واكثر، لكن سوق دبي اعتقد انه هيحتاج طرح طروحات انها تنشط هذه السوق وتدخل سيوله جديده عشان يبتدي هذا السوق يكمل يعني لمستويات اعلى من كده. وضحت النقطه. بشكر من القاهره استاذ سمير رؤوف محلل اسواق المال لمشاركته معنا اليوم. أما على مستوى السلع، شهدت أسعار النفط ارتفاعا طفيف بنسبة بلغت 0.05% ليسجل سعر الوقود الفوري لخام برنت إلى 80.73 دولارا للبرميل الواحد. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء مع ترقب المستثمرين بيانات المخزونات الأمريكية بعدما أشارت تقديرات صدرت أمس عن معهد البترول إلى انخفاضها بأكثر من 5 ملايين برميل الأسبوع الماضي. أما على مستوى المعادن النفيسة، فقد واصلت أسعار الذهب عالمياً الصعود خلال تعاملات اليوم ليصعد سعر المعدن الأصفر بنسبة بلغت 23.1% ليغلق عند مستوى 2515 دولاراً للأوقية. وتحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع خلال تعاملات اليوم مع تراجع الدولار وعوائد السندات الأمريكية عقب صدور بيانات اقتصادية عززت من آمال إنهاء الاحتياطي الفيدرالي لدورة التجديد النقدي في سبتمبر. على صعيد العملات الرقمية، فقد ارتفعت عملة البيتكوين بنسبة 4.33% لتغلق فوق مستوى 61,000 دولار. ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الأربعاء خاصة البيتكوين والتي تجاوزت مستوى 61,000 دولار الفترة وجيزة رغم تراجع حجم التداول اليومي في السوق قبيل صدور بيانات التضخم في أمريكا. والآن مشاهدينا ننتقل معكم إلى سهم اليوم، وسهمنا لهذا المساء هو سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المدرجة في سوق مصر للأوراق المالية التي أعلنت اليوم عن نمو أرباحها في الربع الثاني بنسبة قياسية غير مسبوقة. الشركة المصرية الشهيرة مشاهدينا أعلنت عن قفزة كبيرة في أرباحها بنسبة بلغت 5582% بدعم ارتفاع المبيعات والفائدة المرتفعة على أذون الخزانة. السهم مشاهدينا أيضا لم يتأثر أو تأثر إيجابيا بالخبر ولكن ليس بالشكل المتوقع، حيث صعد السهم بنسبة بلغت 1% فقط ليغلق عند سعر 9.24 جنيهات. اللافت مشاهدينا أيضا أن السهم كما تشاهدين رغم نتائج أعماله القوية للغاية إلا أن أداؤه في تراجع الأونة الأخيرة، حيث شهد السهم تراجعا في الأداء بنسبة قاربت 14% منذ بداية العام. مشاهدينا كان هذا سهمنا لهذا المساء لتنتهي به جولتنا في عالم المال والأعمال. إلى لقاء جديد غدا، تحياتي لكم إنجي علاء، إلى اللقاء.